مساء الخير. مساء الخير في نشرة جديدة يقدمها لكم طلاب الماستر en information et communication في جامعة القديس يوسف في بيروت، ونستهلها بأبرز العناوين: تفاقم أزمة السيولة وإجراءات مشددة للبنوك اللبنانية، البابا فرانسيس: الحقوق الاقتصادية ركيزة للتضامن بين البشر، مرج بصري إلى التدويل، ستيفان بيرن الملقب بمسيو باتريموان في لبنان، لبنان يسجل أول إصابة بفيروس الكورونا، القطاع المطعمي يعاني إقفال 240 مؤسسة في لبنان خلال شهر كانون الثاني، مهرجان البستان الدولي يكرم لودفيك بيتهوفن، وإلي صعب يكرم المرأة الإفريقية في أسبوع الموضة في باريس. مليون إلى مليوني لبناني سيعيشون قريبا تحت خط الفقر. عدد العاطلين عن العمل منذ بدء الأزمة بلغ 220 ألف شخص، والعدد إلى تزايد. أزمة سيولة حادة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية، انقطاع بعض المستلزمات الصحية والطبية، باختصار انهيار اقتصادي ينذر بكارثة اجتماعية لم يعرفها لبنان من قبل رغم كل الحروب. ولتكمل، ما كان ناقصنا بلبنان إلا الكورونا، وما كذب المثل اللي قال بتحبل بالصين وبتخلف عنا. في خضم الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي تشهده البلاد، لجأ المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات مشددة فرضتها المصارف منذ أشهر على العمليات النقدية وحركة الأموال، ترجمت بقيود مشددة على السحب بالدولار والليرة اللبنانية. وفي غياب الرقابة والمحاسبة، يصدر كل مصرف قوانينه الخاصة بسقف سحب النقد، والنتيجة عدم قدرة صغار المودعين من الحصول على أموالهم، وهو أمر مخالف للقانون. فماذا بعد؟ نظمت الأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية ورشة عمل في الفاتيكان يوم أمس حول موضوع أشكال جديدة من التضامن الأخوي والاشتمال والدمج والتحديث. شارك فيها عدد من المصرفيين والخبراء الاقتصاديين ووزراء المال. وقد التقى البابا فرانسيس بالمؤتمرين الذين يعتبرون مهندسي المنظومة المالية العالمية، حثا إياهم على التصدي لانعدام المساواة بين المداخيل من خلال إعطاء أولوية للأشخاص المحتاجين الذين همشتهم عولمة اللامبالاة. وعلى صعيد آخر، حث البابا فرانسيس للحكام والجماعة الدولية إلى تعزيز فرص الحوار من أجل التوصل إلى حلول عادلة وسلمية في لبنان للخروج من أزمته الحالية ولضمان الحريات ووحدة العيش المشترك التي لطالما تميز بها لبنان. لا تزال الأشغال متوقفة في سد بصري منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول الماضي، حين دخل ناشطون معترضون أرض المشروع وأجبروا المتعهد على إخراج آلياته. إلا أن المعنيين في مجلس الإنماء والإعمار وفي البنك الدولي لم يسحبوا المشروع من التداول، وينشغل الطرفان بتأمين تمويل إضافي للمراحل اللاحقة من الأشغال التي اقتصرت حتى الآن على جرف مئات الأمتار واقتلاع آلاف الأشجار. الجديد أن الاعتراض على المشروع امتد إلى ألمانيا، إذ يشن نواب ألمان حملة ضد حكومة بلادهم التي تعد من أبرز ممولي مشاريع البنك الدولي في العالم. وفي التفاصيل، وجه كل من رئيسة الكتلة البرلمانية لتحالف حزب الخضر وحركة الصحوة الديمقراطية وعضو البودنستاج عن حزب الخضر أوي كيكرز رسالتين إلى الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية للاستفسار عن مشروع الخزان الخاص بالبنك الدولي والحكومة اللبنانية في وادي بصري، مطالبين وقف العمل به. اعتبر كيكرز أنه من غير المقبول أن يصر البنك الدولي على التمسك ببناء السد في حين أن آثاره مدمرة على السكان المحليين والبيئة، وانتقد البنك الدولي وكذلك الحكومة اللبنانية التي تدرك بأن تمويل السد قد يؤدي أيضا إلى انهيار ميزانيته، وشكك النائبين الألمانيين في مسار المشروع منذ الدراسات الأولية وطرحا تساؤلات عدة، منها
كيف يمكن تكليف الشركة نفسها إنجاز أشغال مرتبطة بالمشروع وإجراء تقييم للأثر البيئي؟ وكيف يمكن للبنك الدولي أن يقرض عشرات ملايين الدولارات مع التشكيك بقدرة لبنان على تسديد التزاماته المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد؟ فماذا سيكون رد السلطات اللبنانية على النواب الألمان؟ غصت قاعة أبو خاطر مساء أمس بعشاق التاريخ وهواة الثقافة والفن، وجلس في البهو أكثر من 1000 شخص حضروا للمشاركة في مؤتمر لمقدم البرنامج الشهير سكري ديستواغ الذي يعرض على شاشة فرانس 3. زيارة بيرن الأولى إلى لبنان أتت تلبية لدعوة كل من كريستيان توتل رئيس قسم العلاقات الدولية والتاريخ في جامعة القديس يوسف، وكارل عقيقة رئيس قسم الآداب الفرنسية في الجامعة نفسها. وسلم رئيس الجامعة اليسوعية الأب البروفيسور سليم دكاش لبيرن ميدالية 145 لذكرى تأسيس الجامعة. حالة من الهلع سيطرت على اللبنانيين بعد إعلان وزير الصحة اللبناني حمد حسن إصابة امرأة عائدة من مدينة قم الإيرانية بفيروس كورونا، وتم نقل السيدة البالغة من العمر 45 سنة إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت، كما أكد الاشتباه في حالتين إضافيتين في البلاد. واتجهت الأنظار إلى حالة الركاب الذين كانوا على متن الطائرة الإيرانية. أسئلة كثيرة تطرح ولا مفر منها: ماذا عن الحالتين المشتبه فيهما؟ وماذا عن الركاب 146 الذين كانوا على نفس الطائرة؟ كيف سيتم متابعتهم؟ وهل سيخضعون جميعا إلى اختبار الكورونا؟ يذكر أن فيروس كورونا الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم كوفيد-19 أصاب حتى الآن نحو 75 ألف شخص في مناطق متفرقة من العالم، وتسبب بوفاة ما لا يقل عن 2000 شخص حسب إحصاءات رسمية حديثة. ورغم هذه الأرقام سعت منظمة الصحة العالمية إلى الطمأنة، مؤكدة أنه خارج مقاطعة هوباي في وسط الصين لم يصب فيروس كوفيد-19 سوى نسبة صغيرة جدا من السكان، ويبلغ معدل وفياته حتى الساعة نحو 2% فقط. الكورونا في ربوعنا، تشخيص أول إصابة في لبنان، ووزير الصحة يطمئن لا داعي للهلع. التفاصيل في التقرير التالي. أعلن رئيس أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان توني الرامي في بيان أن عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب قد ناهز 785 مؤسسة من الفترة الممتدة من الأول من أيلول 2019 حتى الأول من شباط 2020، ليصل عدد العاطلين عن العمل في لبنان إلى 220 ألف شخص. والجدير بالذكر أن شهر كانون الثاني 2020 وحده قد شهد إقفال 240 مؤسسة في لبنان. وأوضح الرامي أن شراء المواد الأولية من الموردين يتم على سعر صرف الدولار في السوق السوداء بسعر 2500 ليرة لبنانية، بينما لا يزال أصحاب المؤسسات يعتمدون صرف الدولار الرسمي 1515 ليرة لبنانية في تعاملهم مع زبائنهم من دون زيادة في الأسعار، بعدما خسر القطاع المطعمي العوامل الأساسية الثلاث: السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي. وأعلن أن النقابة تترقب عمل الحكومة لتقديم مشروع وخطة عمل تتناسب والوضع الحالي من أجل مواكبة الخطط والهندسات المالية المقبلة والإعاز للمصارف بإعادة جدولة المستحقات مع تقديم إعفاءات وتسويات ضريبية وتخفيض الفوائد وتقسيط القروض. انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان البستان الدولي للموسيقى والفنون بنسخته 27 الذي حمل هذا العام اسم لودفيك، كتحية للموسيقار والملحن الألماني الشهير لودفيك فان بيتهوفن، تزامنا مع ذكرى احتفال العالم بمرور 250 عاما على ولادته. ويستمر المهرجان حتى 22 أذار المقبل في فندق البستان ببيت ميري في برنامج من 15 حفلة موسيقية. وللعام الثاني على التوالي يكرم المهرجان المرأة في يومها العالمي مساء الجمعة 13 أذار في كنيسة مار يوسف للأباء اليسوعيين في مونو، في حفل تعزف فيه السيمفونية التاسعة لبيتهوفن وتعرف بالسيمفونية الكورالية.
وفي 26 شباط يقدم المهرجان حدث أدبي ثقافي موسيقي بعنوان اعترافات بيتهوفن على مسرح فندق البستان. ويتميز الأسبوع الخامس من المهرجان وتحديدا مساء الأحد 22 آذار بمحطة موسيقية تشارك فيها جوقة الجامعة الأنطونية بقيادة الأب توفي معتوق والجوقة الوطنية للأوركسترا الأرمنية وآخرين. ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس قدم المصمم اللبناني إلي صعب مجموعته للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2020. استوحى صعب عرضه من السفاري الأفريقية ومن ألوانها التي مزجها بالطابع الأنيق والفخم، وذلك في خطوة منه لتقدير السيدات الأفريقيات اللواتي اعتدن ارتداء أزيائه. وسيطرت القفاتين على منصة عرض الأزياء وتنوعت الأقمشة المستخدمة بين الشيفون والساتان والدانتيل التي مزجت مع أقمشة أخرى لتضفي فخامة وأناقة على المجموعة. وتميز صعب باختياره الأكسسوارات من القلادات الكبيرة والسناسل الطويلة والشوكر الذهبية الضخمة التي أضافت أناقة على القفاتين. والآن الصفحة الاقتصادية مع داليا ديم. مرحبا. ارتفع مؤشر الأسعار إلى 45.1 من بداية تشرين الأول 2019 وحتى 15 شباط 2020 بحسب جمعية حماية المستهلك، يلي بينت أيضا أن الحد الأدنى للأجور تراجع من $450 إلى حوالي $267 شهريا. فالقدرة الشرائية لللبنانيين عم تتراجع بسرعة لم يشهدها لبنان بتاريخه، و 40% من الشعب اللبناني بعيش تحت خط الفقر بحسب البنك الدولي. أما بنظرة على ارتفاع الأسعار المنتجات الأساسية، منلاحظ ارتفاع أسعار الخضار 55%، الفواكه 100%، اللحوم 33%، والمواد المنزلية والشخصية 36%، أما المعلبات والحبوب والزيوت ازدادت بنسبة 32%. حذر مركز الأبحاث البريطاني أوكسفورد إيكونومكس من انتشار فيروس كورونا إلى مناطق خارج آسيا وتحوله إلى وباء عالمي، وبين أنه رح يؤدي إلى انخفاض الدخل العالمي بنسبة 1.3 هالسنة، أي ما يعادل 1.1 تريليون دولار من الدخل المفقود. فإذا أصبح الوباء عالمي، النمو الاقتصادي رح ينخفض في النصف الأول من 2020 ما يقارب من الصفر، ورح تدخل منطقة الولايات المتحدة ومنطقة اليورو فترات الركود. هذه كانت نشرتها الاقتصادية لليوم. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي مع ابتهاج شوقي. مساء الخير. موضوع التنمر كتير بياخد أهمية ومساحة واسعة من النقاش، وفيديو من أستراليا خلق موجة تعاطف عالمية مع طفل اسمه كودن، صورته أمه عم يبكي وعم يتمنى الموت على أنه يبقى عم يتعرض للتنمر من أصحابه بالمدرسة بسبب طوله، بما أنه بيعاني من الدورفزم. هالفيديو المؤثر برم العالم وحصل على ملايين المشاهدات. Even you take Carolyn was looking at you. You don't even do anything. And Mrs. George just told me to tell me to get in the class. What do you want to do right now? I just want to bang my head into a glass. I want someone to kill me. And you have me. And this is the impact bullying has on a 9-year-old kid that just wants to go to school, get an education, and have fun, but every single freaking day, something happens. This is the effect of bullying. This is what it's doing. And I want people to know how much it is hurting us as a family. I want people to educate their children. من بعد انتشار هالفيديو، مجموعة كتير كبيرة من المشاهير تضامنت مع هالصبي مع هاشتاغ We Stand With Coden على كل المنصات. إضافة لحملة تبرعات كتير كبيرة على GoFundMe، أطلقها براد ويليامز، والهدف منها أنه يجيب هالصبي وأمه لعنده على أمريكا تياخدهم على ديزني لاند. والحملة يلي كان لازم تجمع $10,000 صارت $250,000 ومكملة. آخر خبر معنا عن فيديو من روسيا لخوري لقى طريقة لافتة وطريفة تيخفف على حاله مجهود هو وعم يرش مي مصلية على المؤمنين بالكنيسة.
بدل ما يحمل جاط المي التقليدي ويرش بغصن الزيتون أو بالمرشة التقليدية الموجودة بكل الكنايس، قرر هالخوري يوفر على حاله ويجيب نربيش يوصله على المي المصلية ويرش الناس بالكنيسة فيه. هالفيديو انتشر بشكل كبير وحصل على تفاعل لافت كتير لأنه طريقة مبتكرة ومضحكة لمباركة المؤمنين. أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected. صفحة الأخبار الرياضية مع بيير بوبان. Bonjour à tous, nous commençons ce journal avec le football. La nouvelle est tombée le vendredi 14 février dernier. Le club anglais Manchester City sera exclu des compétitions européennes pour les deux prochaines saisons. Le club entraîné par Pep Guardiola n'a pas respecté les règles du fair play financier. Il est reproché au club de dépenser plus qu'il ne gagne, ce qui est illégal du point de vue des règlements de l'UEFA. En plus de l'interdiction de jouer la Ligue des champions et la Ligue Europa, le club anglais devra s'acquitter d'une amende de 30 millions d'euros. Ses dirigeants ont immédiatement annoncé qu'ils allaient faire appel devant le tribunal arbitral du sport. En basketball, les Bleus ont lourdement chuté face à l'Allemagne. L'équipe française masculine de basket a démarré sa campagne de qualification pour l'Eurobasket 2021 par une grosse défaite face à l'Allemagne. En effet, les Allemands l'ont emporté de plus de 14 points, soit 83 à 69. À handball, la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France masculine ce vendredi a vu Bourges de Page, 9e de Ligue Boutadez Énergie, se faire sortir chez lui par Chambéry 26-23. Dijon, Paris 92 et Nantes passent en revanche après leur succès à domicile. Terminons ce journal avec le cyclisme. Le 12e tour du Rwanda cycliste s'élance 23 février 2020 de Kigali, la capitale du pays. Course majeure du calendrier africain avec la tropicale Amissa Bongo. La boucle des 1000 collines attire chaque année des équipes professionnelles et nationales de nombreux pays. Cette année, des coureurs de 26 nationalités différentes sont au départ, une participation record. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes sur nos chaînes. Merci. مرحبا. بكفي نهارنا بطقس غائم والحرارة بتضل منخفضة وبتتساقط أمطار متفرقة بتشتد ببعض الأوقات والثلج على 1300 متر مع ضباب على المرتفعات. الرياح جنوبية غربية بتسجل سرعتها 35 كيلومتر بالساعة وبتوصل أقصاها ل 50 كيلومتر. الحرارة ببيروت 16 درجة، بفرية 7 وبطرابلس 17 درجة. الرطوبة بتسجل 85% والبحر مائش. كيف بكفي طقسنا للأيام يلي جاية؟ السبت 16 درجة أقصاها وأدناها 12 درجة مع تساقط أمطار. الحرارة بتكفي الأحد 16 درجة أقصاها و13 أدناها. للتنين ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع 17 وأدناها 13. أما تلاتة فالطقس بيرجع غائم مع أمطار مع 16 درجة و12 أدناها. هيدي كانت أخبار الطقس لنشرة اليوم. في ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، نذكركم أنه بإمكانكم متابعة أخبار كليتنا على صفحة الفيسبوك ماستر ان انفورماسيون اي كوميونيكاسيون. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.